عايز اتكلم في الموضوع ده مهم جدا. صحيح، انا عايز الدولة تأمم اموال هذه الجمعيات، مش تجمدها، تأممها بحيث تضمن صرف هذه الاموال في اماكنها للناس الغلابة اللي هم. وانا ليه اسيب ناس تجمع فلوس باسم الدين من الناس؟ ما الدولة تجمع، ما احنا بنينا مستشفى سرطان الاطفال بتبرعات الناس. ايه المشكلة اخلي الجمعيات دي قائمة بس اشيل عنها الصبغه الدينيه والدوله تجمع تبرعات؟ بس مش كلها صبغه دينيه، تجمع الصدقات. ها، مش كلها صبغه دينيه، ما في جمعيات خيريه بس يعني يعني فكره الدين فيها، في بعض الجمعيات بتستغل دينيا. ولعلمك الجمعيات دي احد اسباب نجاح الاخوان في الانتخابات، هم استغلوها على اساس ان دي حاجه بيعملوها هم من جيوبهم، وللاسف الشديد هي من اموال من اموال ناس تاني. فالدولة لازم تعمل منها. كان جمعيات ظاهرة انتمائها وفي جمعيات مش ظاهرة انتمائها، ودي الكارثة. فبالتالي انت بتتخدع وبتحاول تساهم في الخير، تتبرع سواء بقى بأموال. لما يجي فلان الفلاني اللي هو ماشي الجمعية الفلانية ده يترشح، اللي بيعمل لي لطفل مبتسر ولا مش عارف غسيل كلوي لسين من الناس ولا لصاد من الناس، انا لازم اديله صوتي. صحيح، انا كمواطن فقير وشايف هو اللي قدامي. اسيب تيارات ليه بعينها تتحكم في مصائر الناس؟ اين الدوله؟ لازم يبقى في دوله. صحيح، انا ازاي اسيب شعب كهذا الكم 15 مليون معتمدين على جمعيات خيريه وافراد؟ ازاي؟ هو الدوله لازم تقوم وظبط التضامن. المهم ان مع تكثيف المنابع دي يا فندم ما يتاثرش بقى المحتاج فعلا. ما هو ده اللي انا بقوله، تامين الدوله تقوم بتقوم ممكن تتقلب بالعكس. الدوله تقوم باداره هذه الجمعيه وتقدم نفس الخدمات، وانا واثق ان في ناس كتير هتتبرع لهذه الجمعيات الخيريه. ولما تكون تحت اداره الدوله هتبقى اشد. طبعا طبعا. يعني استاذ دكتور نبيل رشوان كاتب الصحف، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده في هذا الصباح ورؤيتك التحليليه لاخبارنا. بنشكرك يا فندم جزيل الشكر، وكل سنه وحضرتك طيب. انت طيبين. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا الصباح، لكن متابعه قناه النيل للاخبار الاخباريه دائما مستمره معكم على مدار 24 ساعه. الى اللقاء. الى اللقاء. We'll be right back.